السلام عليكم، معكم محمود. في واحد متزوج من واحدة روسية وكان عنده بنت، وبعد كده اختلف مع الزوجة دي لسبب ما، فعمل فيها ابو الرجال: لا انا مش هقعد في بيتك بقى، وانا هسيب لك البيت. فقالت له: لو مشيت فيما معناه، لو مشيت ما انتش راجع تاني. ما خدش بكلامها ومشي، وبعد فترة: رجعيني بقى وبتاع ويلا نرجع. قالت له: لا نتطلق. قال لها: ايه؟ لا ده احنا كنا متخانقين خناقه صغيره وبتاع. قالت له: لا انت سبت لي البيت، انك تسيب واحده زوجه وتروح تقعد في حته تانية هي ما تعرفش انت قاعد فين ولا قاعد مع مين ولا بتعمل ايه، وتقعد اسبوعين وبعد كده اما تيجي على بالك بقى عايز مش عارف ايه تكلمني وتقول لي تعالي نرجع عشان تتخانق معايا تاني وتسيبني تاني. قالت له: لا لا ما باكلش من الكلام ده، طلاق. ركبت دماغها، الوسطاء ما جابوش نتيجه، اتطلقوا. طب بنتي اشوفها وبتاع ده؟ لما تحب تشوفها هبقى اشوف لك ميعاد وتشوفها. وكل ما يكلمها: احنا في الريف، احنا مش فاضيين، احنا مش هنا، احنا رحنا احنا جينا، البنت مش فاضيه، البنت عيانه. طب انا عايز ازورها عشان عيانه. لا ما انا قاعده عند امي بقى، وامي ما بتطقكش، مش عايزه تشوفك. فقعد سنتين مش عارف يشوف مراته، ولا مش عارف يشوف قصدي بنته، رغم ان هو اتطلقوا خلاص، بس عايز اشوف البنت. مفيش. فقال: انا هرفع قضيه واروح لمحامي وبتاع ده. فالمحامي ايه بالهداوه كده قال له: طب تعالى نكلمها بالذوق ونقول لها الموضوع قضيه ومش عارف ايه، هيبقى لي حق ان هو يشوفها، وخصوصا بقى ايه يعني شويه عوامل كده يعني ايه، قال لك هتخاف فكده. فالمهم المحامي كلمها، قالت له: انا مش ضد انه يشوف بنته، البنت هي اللي مش طايقاه. فالمهم راح فعلا المحامي قال لها: طب بصي لو عندك محامي نسق معاه ولا حاجه. قالت له: اه المحامي بتاعي كلمه ونسق معاه عشان يقابل بنته. فقعدوا قعده جماعيه كده في مكتب المحامي بتاعها. جت البنت: تعالي يا ماما. مين ده؟ قالت: عمه. انا بابا يا بنتي وبتاع ده. البنت عندها 5 سنين يعني، اما اتطلقوا كان عندها 2.5 سنين. عمه مين؟ ما اعرفش. فالاب عايز يحضنها وكده. قالت له: لا لا مش عايزه. وقرفانه منه جدا. قال لك: ايه ده؟ فطبعا مسك في خناق الام وقال لها: انت حرقتي البت عليا ونسيتيها وشلتي صوري ومش عارف ايه، ده انا لعبت معاها كتير ولازم تفتكرني، افتكري يا بنتي وبتاع. فالبنت اترعبت بقى من ايه بيزعق وكده وعيطت: مش عايزه اقعد هنا مش عايزه. قالت له: بص شوف، جبت البنت انهيار عصبي، امال لو عشت معاها او قضت معاك ساعه واحده هتعمل فيها ايه؟ ف المحامي طبعا بتاعه سكت، والمحامي التاني قال: اديك شايف. فخلاص طبعا عمنا ده ايه اتأثر وساب قال لك: خلاص بقى لما هي ايه البنت مش بتحبني، مش فارق معاها، انا كمان مش فارقه معايا، يلا. فاحد اصدقائه قال له: ما تعملش عقلك بعقل البنت الصغيره، في يوم من الايام هتسأل بابا مين وبتاع، وهتعرف ان انت ابوها الاصلي ومش هتقدر تخبي، يعني في يوم من الايام الموضوع هيهدى وهتقابلوا بعض ومش عارف ايه. مرت سنين وبعدها حن لبنته، كان هو اتجوز وخلف عنده ولد وبتاع. فالمهم عايز بقى ايه، بنتي وحشاني انا بصراحه، رغم ان هي عملته معايا في قعده المحامي، لكن هي كانت صغيره، دلوقتي المفروض كبرت يعني واعيه بالغه، فعايز اشوفها بقى ونتعرف على بعض، يعني مش عايز منها حاجه، انا عايز بس تعرف ان انا ابوها. فالمهم كلم الام، قالت له: انت افتكرتنا اخيرا؟ قالت له: طب بص عشان انا متجوزه فخلينا ناخد ايه اذن الزوج، اذن جوزي عشان تعرف تشوف البنت، علشان البنت يعني محتاجين نمهد لها وبتاع ده. فالمهم مهدوا وبتاع ده، وجت هي وجوزها وقاعدين في ريستوران فاخر كده ومعهم البنت لابسه لبس بقى شيك وبتاع، وجي الراجل اخونا ده وبيستأذن بقى على ازيكم مش عارف ايه. فجوزها راجل فخم كده بيشاور لمراته: هو ده؟ قالت له: اه. قال له: اقعد. فجاي يسحب كرسي، قال له: ايه هتقعد فين؟ في الكرسي ده، كرسي كده منخفض وصغير على جنب مش على الترابيزه. فصاحبنا ده قال له: ايه ده؟ هقعد انا هنا ليه يعني؟ قال له: انت هتقعد تاكل معانا مثلا، انت هتقعد شويه هتتعرف على البنت هتكلمها خلاص وتمشي، عايز ايه يعني؟ فبيقول كلمني بطريقه جافه جدا وكاني خدام كاني جاي اشحت. فبيقول يعني اتعصبت وبتاع وكلمته برده بطريقه وحشه،
فالمهم جاي اكلم البنت، البنت مش راضيه ترد عليا وتبص الناحيه التانيه. طب انت عارفه انا مين؟ انت عمه كذا. يا عمه كذا انا بابا. فبيقول لاحظت ان ايه الراجل جوز امها بيشاور لها كده اللي هو دماغه على قده، معلش يا نهار اسود انتوا فهمتوها ان ابوها مجنون. المهم اتعصبوا شدوا مع بعض، والبنت خلاص انا هستأذن وبتاع، رحت التواليت وبتاع مش عايزه تشوفه، قرفت خالص. فاتصرف بشكل همجي وبتاع، ده راح يجي امن المطعم وراحوا طاردينه بره، قالوا احنا كنا عاملين حسابنا وبتاع ان الراجل مختل وهنطلب له دلوقتي المستشفى المجازيب. فالراجل بالهداوه كده لا لهم انا عاقل انا مش عايز حاجه، ده دي بنتي ولكن ما شفتهاش من زمان ومش عارفاني فخلاص انا مش عايز حاجه وبتاع. قال للامن سيبوني وانا همشي ومش هعمل اي مشاكل، ومشي فعلا. فكلم مراته الحاليه بقى وقال لها انا تعبان جدا عايزين نسافر نروح اي حته، ما مش طايق انا قرفان. فالمهم سافر، واثناء السفريه جات له حاجه ذبحه او حاجه في الصدر يعني تعب. فمراته طبعا ايه في المنتجع السياحه والحته اللي كانوا فيها ما فيهاش مستشفيات، مراته لفت بيه وبتاع. المهم تفاقمت الازمه ولقيته ايه بينزف. والمهم لحقوا الحمد لله، ولكن حالته كانت يعني خلاص هيعيش بعد كده محتاج عمليه قسطره او حق. يعني الموضوع دخل في سيناريو سيء جدا. المهم الراجل بقى ايه فقال لك انا كنت ناوي اكتب وصيتي او املاكي اللي موجوده في روسيا لبنتي ولابني، دلوقتي هكتبها لابني بس، ما هو بنتي مش عارفاني اصلا ولا عايزه تعرفني ولا فاتحين لي الباب ولا بتاع. وبعد كده عرف بعد بقى ما قام بقى بالسلامه، بس خلاص بقى بيمشي بالراحه وحالته الصحيه تدهورت بشكل كبير. فطبعا قال هو كل ده بسببها، كل جرالي ده بسبب بنتي، فانا مش هتعب نفسي اكتر من كده، مش هموت نفسي عليها، انا عندي ابني لسه صغير محتاج ان انا اعيش له وهركز في حياتي وخلاص. وكانت غلطه كبيره ارتكبتها مره دفعت تمنها سنين، وبعض الاخطاء الصغيره اللي بعدها اللي تالتها بدفع تمنها من صحتي النهارده. فكفايه على كده عشان واضح ان انا كل تصرفاتي غلط، وخليني اركز في حياتي الحاليه واسرتي الحاليه. لحد من ايام فاتت الراجل تواصل معايا وحكى لي القصه وقال لي انا ممكن اموت في اي وقت، قال لي الدنيا بتتدهور في صحتي وربنا يديله الصحه يعني. وقال لي ايه النصائح؟ قلت له تو ليت، متاخر قوي. وقال لي بصراحه انا كل فتره البنت تهف عليا تاني، قال لي مش قادر انسى بنتي يا جدعان، بنتي لحمي مهما تعمل فيا بنتي مش قادر. قال انا هموت من بنتي وهموت على بنتي، ايه العمل؟ قال انا عملت كل حاجه وواضح ان كل حاجه كانت غلط، حضرتك عندك نصيحه صح؟ قلت له احكي لي القصه من اولها. فحكى لي القصه زي ما حضراتكم سمعتوها كده، وقلت له بص مفيش غير حوار مباشر بينك وبينها، وعشان حوار مباشر بينك وبينها لازم حوار بينك وبين الراجل، وهو فهم ان الراجل ده هم مفهمين البنت ان ده ابوها، وان الراجل ده مختلف بيدعي ان ابوها وانه كان جارهم ولا كان جوز امها مثلا زمان حاجه كده. وهي فلو عرفت الحقيقه الدنيا هتتظبط. فالمهم قال لي رحت الجامعه في مطرح ما هي بتدرس، عرفت بتدرس فين؟ قال ودخلت اتكلم معاه، قلت له انا فاكراك انت بتحبناش، انت ما بتحبش امي او كده، مش اتطلقت وخلاص، انت عايز مننا ايه؟ عايز مننا ايه بالذات يعني؟ قال لها ما انا ابوكي. فاللي هو زي تقول ايه يوه الجنان رجع له تاني. قال لها بصي يعني انا راجل رجلي والاب هموت، مش عايز منك حاجه، انا عارف انك بنتي والمفروض انك تعرفي انك بنتي. وراح مطلع على لها بقى ايه الصور، قال لها بصي معانا صور اهي مع بعض، و يعني الحياه بتاعتنا وانت مولوده اهو لسه، كل الكلام ده لازم هم كانوا حابينه عنك مش عايزين يعرفوكي، انا مش عايز اذيهم ولا عايز حد يزعل مني، ولا انا عايز بس ايه بنتي تعرف ان انا ابوها، وان اللي عملوه ده غلط وحرام وخلوكي على دينهم ومش على ديني، وعلموكي تعليم حاجه تانية خالص غير اللي انا كنت مخططه ليكي، ودخلوكي حاجه غريبه كده يعني مجال غير اللي انا كنت مخططه ليك. فالمهم حياتك اللي انا كنت مرتبها لك جميله هم دمروها خالص، وانا حياتي وصحتي اتدمرت وكل حاجه راحت. فانا مش دلوقتي مش جاي ابكي على اللي راح، انا جاي اقول لك ان انا ابوكي وخلاص عشان تعرفي الحقيقه مش اكتر، وان ارتاح وارضي ضميري ان انت عرفتي ان انا ابوكي.
فالمهم البنت يعني قالت له طب ممكن يعني انا مشغوله ممكن تقابلني تاني بكره، فقال في بدايه امل اهو. ده طبعا بعد ما اتكلمنا مع بعض اتكلم معايا يعني، قلت له الترتيبات تمشي كذا وبتاع. فالمهم البنت قالت له عايز اشوفك تاني، فالمهم قعدت معاه في كافيه وبتاع، وقالت له انا ما اعرفش الكلام ده خالص، وانا ما عرفتش انام طول الليل، وانت قلبت لي دماغي، وانت دمرت لي حياتي. قال لها انا دمرت ايه؟ هو انا شفتك اصلا؟ ده انت من هو انت عندك سنتين ونص واحنا متطلقين وامك حجبتك عني. قالت له لا بس برضو كان لازم تحاول وتشوفني وبتاع، الاب ما يعملش كده في البنت وبتاع. قال لها انت عايز ترضي ضميرك على حسابي؟ انا راجل اتمرمطت وصحتي جت ورا عشان بس عايز اشوفك، عشان المرمطه اللي جوز امك اللي قايل لك ان هو ابوكي وهو مش ابوكي عمل فيكي، عملها فيكي، وزوروا ورق وعملوا حاجات وبتاع علشان تبقي انت بنته مش بنتي. فاللي هو معلش يعني انت لازم تعرفي الحقيقه، ولازم تواجهيهم وتواجهي نفسك، وما تشيلنيش انا حاجه انا المفروض ان انا يعني انا المجني عليا مش جاني خالص وخلاص. فالمهم ايه، قلت له هي جمل معينه ما ترغيش كتير، قلت له جمل معينه اللي هي فيها الحقيقه، انا مجني عليا، انا ما كنتش عارف اشوفك، عملت ما استطيع عشان اشوفك، واستعنت بمحامي والقضاء وبتاع، وحرموكي مني وحرموني منك لحد ما فقدت الامل وفقدت الصحه، وجاي انت تكملي عليا وتقولي كان لازم تشوفني وكان لازم تحاول وبتاع. حاولي يا ست، ده انا امك ودتني الاسم 5 مرات، المعلومه دي ما قلتهاش وانا بحكي، بس بلغت فيه الشرطه اكتر مره وخدوها على الاسم 5 مرات. فقال لها انت كنت عايزه يتحكم عليا بايه؟ على او اروح فين ورا الشمس يعني علشان خاطر ابقى اب كويس؟ فبيقول بقى ايه، البنت عيطت وبتاع وقالت له لا ما تقولش كده وبتاع، انت راجل كويس، انا مش قصدي، انا بس مش مصدقه، انا مصدومه، انا تعبانه، انا انت ليه كده ظهرت فجاه؟ ما كنت اخليك في حالك وفي حياتك. فبيقول عمال تقول حكا كلام متضارب، وقال وانا ما مش مستحمل يعني. فبيقول ايه، راحت نطه في حضني وبتاع وقعدت تعيط. فقال ساعتها بقى ايه، قال مش عارف ارتحت، بس مع راحه مع الالم مع الندم مع الزعل مع الغضب مع الشو، اللي هو عايز انتقم، بس انتقم من مين؟ ما خلاص الدنيا عدت والصحه راحت والعمر راح. لحد ما خلاص البنت ودعته وقالت له هتواصل معاك بس سرا، وانا مش هواجههم ولا هعمل مشاكل في حياتي ولا هقول لهم انتوا زورتوا ورق وخليتوه اب غير ابويا يبقى ابويا يعني قالت خلاص انا همشي في حياتي زي ما انا، وهركز في دراستي وحياتي وهتجوز وبتاع، بس هبقى عارفه انك ابويا وهنتكلم سرا، واعتقد ده حل يرضي كل الاطراف. فالراجل رجع لي وقال لي ايه، الدنيا مشيت كده، وقال وانا مرتاح وراضي وهي راضيه، وانا مش عايز اعكنن حياتها واقول لها ابوكي مش ابوكي ولازم تيجي تعيشي معايا ولازم تهاجميهم وارفع عليهم قضيه. قال لا 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 مش هنعمل الكلام ده كله، لان كل ده ممكن يفيدني لكن هيضر البنت، ممكن يبسطني لبعض الوقت ولكن هيحزنني لان البنت اتحطمت حياتها، ممكن هي عايشه حياه مستقره ليه اقلبها لها؟ قال بس يعني مع جزء من الوجع عندي، بس بنتي ما تتوجعش، ما تتبهدلش حياتها، ما تحاولش ما تحسش ان هي عايزه تهد كل اللي فات وتبني من اول وجديد. بس خلصت دي القصه، ورب يكون مواعظها يعني الموعظه اللي فيها تكون فايده لناس كتيره منكم قبل ما يقعوا في المشكله دي، ويكونوا عارفين الاخطاء. انا طبعا مش هقعد افند كل المشاكل وايه الاصح ان يتعمل، ولكن حضرتك تقدر تفهم بشكل احسن لان حضرتك عايش الحياه دي. انا التجربه دي ما جربتهاش عشان خاطر ان انا اقول لك الاحسن كذا وكذا وكذا، انا بشوف من بره ووجهه نظري كده، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، ولكن النتيجه اكيد مش مرضيه قوي، ولكن على الاقل مرضيه لصاحب الشقه. حضرتك في رايك ايه؟ اكتب لنا في التعليقات، لو عند حضرتك راي مختلف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.